أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مع أسبوع قعدنا نتابع السوشيال ميديا وكل اللي بتواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا. بحب أوجه لحضراتكم الشكر على الكلمة الحلوة وطيبة الخاطر وجبران الخاطر. يا شيف تمام، تسلم إيدك، الله ينور، شيف مصر الأول. كل الكلام ده بيديني من الروح المعنوية اللي تخلينا أذاكر وأحضر وأجتهد إن إحنا في الآخر نعمل حاجة حلوة تعجب حضراتكم. النهارده معانا الفراخ، عايزين نعملها مقرمشها بالسمسم من ضمن الطلبات المطلوبة. يعني الفراخ بتفك مننا الخلطة، الفراخ بتشرب زيت، بيبقى فيه دم ما بين المفاصل بتاعة الفرخة وما بين اللحم بتاعها، ما بتبقاش زي بتاعة بره. كل الكلام ده وكل التفاصيل دي هنجاوب عليها عمل النهاردة مع بعض مع جوز فراخ حلوين وزنهم قليل جدا، الوزن لا يتعدى 750 جرام، يفضل الفراخ الصغيرة، عشان نعملها مع بعض ازاي مقرمشها. ولكن النهاردة كمان طبق مكرونة بالبقدونس والزيتون، في علاقة قرابة وتواصل ما بين المكرونة والريحان والزعتر والأوريجانو. إنما البقدونس الجميل الحلو اللي هو مفيد طبعا، إزاي نعمله النهاردة مع طبق مكرونة مع زيتون مخلي بطريقة الشيف المغازي هتعجب حضراتكم. المانجا بتاعتنا اللطيفة الحلوة اللي احنا يعني بنستمتع بيها والأيام الجميلة قبل ما تودعنا بنتسأل على السوشيال ميديا، شيف مغازي يعني شبعنا من المانجا ناكلها، سواء ناكلها مع فروت سلطة أو إن احنا ناكلها شرايح. النهاردة هنعمل المانجا مع فطيرة الكريب. دايما الكريب بالشوكولاته او بالفراوله معروف، ولكن نعمل فطيره الكريب بالمانجا والمانجا اللطيفه الحلوه المسكره دي، ده كلام جديد قوي. هنشوفه مع بعض ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه، افكار بسيطه سهله لا تتعدى طبعا يعني مصاريف كتيره والكل في متناول الجميع الماتيريال بتاعنا. ولكن مش عايز اطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله بتوصلك لمفاتيح السعاده والبهجه اللي جوه مطبخك عشان التواصل الاسري والعائلي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف تفاصيل الحلقه بتاعتي وخط سير العمل. معانا فراخ هنعملها مقرمشه وتاخد شويه شغل معانا، معانا طبق مكرونه لطيف الاطفال هيفرحوا بيه، معانا كمان الحلو بتاعنا مانجا طبقات مع عجينه الكريب. هنبدا باول حاجه طبعا ازاي نعمل الفراخ كريسبي او مقرمشه بالسمسم. المقادير على الشاشه، جوز فراخ حسب عدد افراد الاسره، معانا توم طازه، توم باودر، بصل باودر لازم الثلاثي ده، ومعانا شمر مفروم ناعم، جوزة الطيب، وطبعا البابريكا وشويه كركم والملح والفلفل، زعتر مفروم ناعم، كل دي المقادير، والسمسم الاساسي اوميجا 3 علشان يعلي الذاكره ويدينا طبعا ذاكره كويسه، وزيت للتحمير. يعني مقادير بسيطه جدا ولكن التركايه مع المغذي. هناخد الفراخ الجميله الحلوه دي كده، الفراخ دي فيكي تقطعيها مبدئيا كده 12 قطعه وفيكي تقطعيها 8، ولكن نصيحه مني لو هتعملي الوجبه دي او السفره دي او الطبق ده لازم تختاري الفراخ الصغيره اللي هي حجمها صغير، تبقى سريعه التسويه وفي نفس الوقت كمان ما تاخدش وقت كبير في الزيت وتشرب منك زيت. ولكن مهم جدا وانت بتقطعيها بتشيلي طبعا السلسله بتاعه الفرخه بالشكل ده كده. اه على عينك يا تاجر. واحنا شغالين مع بعض كده ناخد اتصالاتنا. احنا بعد ما بنخلص الهواء بتاعنا عندنا فقره مدتها تقريبا 5 دقايق لقاء مع حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، وبنجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوا عليها. الفراخ هنا انا حريص في ان انا اقطعها واخفف العظم منها بقدر الامكان بالشكل ده كده. اخد الصدر ده بقطعه على 3، الطرف ده كده لوحده اهو بالشكل ده كده بحبها، ومعانا كده الطريقه دي كده اهو وانا شغال. شفت ازاي الفرخه اهو ده لوحده، يعني بص عليهم كده، ده لوحده نص فرخه بسم الله ما شاء الله يكفي عيله. ناخد النص التاني معانا بالشكل ده كده اهو، وناخد الورك ده كده الدبوس انا بحبه ده مقلي اهو بالشكل ده كده، ونشيل الجلد ده من هنا. توضيب الفرخه اهم حاجه اهو، وناخد الجزء ده كده بالشكل ده كده بالراحه، ودايما السكينه في ايدك تكون حاميه، ونيجي على الصدر ده كده برضو نشيل الجلده دي كده، وعلى البلانشة تكون ايدك نظيفة وبلانشتك حلوة والسكينة حامية في ايدك. هتقولي لي ليه ما قطعتش الفراخ يا شيف؟ انا حابب ان انا اقطعها مع حضراتكم علشان ما تشتريهاش جاهزة، تبقى انت جايباها
وانت اللي تعمليها بايدك اهو. الضغط على السكينه دي مهمه جدا. شفت الصدر معانا ثلاث قطع ازاي؟ اهو زي الفل اهو. اه ده صدر فرخه، الفرخه اه لا تتعدى تقريبا ال 750 جرام كمان دي مع بعض اه. واحده واحده كده. اول حاجه اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. هنيجي على السلسله بتاعه الفرخه نشيلها كده بالراحه اهو. اه هي السكينه ماشيه لوحدها سبحان الله. اه 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 رفعت السلسله بالشكل ده كده اهو، اخدها واركنها على جنب. الحاجات دي طبعا ما تترميش، يفضل انك انت طبعا بتحطيها في حله على النار وتعملي منها شويه شوربه حلوين. جينا المصروف لان اخر الشهر الدنيا مش ظابطه معانا، هنعمل لسان عصفور بشوربه الفراخ، صينيه بطاطس بشوربه الفراخ، شويه ملوخيه حلوين بشوربه الفراخ وهكذا. اهو ادي الدبوس بتاعنا. الحاجات دي بيعملوا منها منيو كامل في الاوتيلات الكبيره، الدوبري بتاع اللحم والفراخ اه، الديميجلاس والباربيكيو صوص ده اساسي طبعا، عظم الفراخ والدوبريات بتاعت اللحوم اللي موجوده والخضار وهكذا اه، قشر البصل، الحاجات دي كلها لازم حضراتكم تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي اه. عشان كده بقول لك الاكل بتاعنا مش زي بره، انت نفس الموضوع ممكن تعمليه في البيت من عظم الفراخ عظم اللحمه. تجيبي حله تحطها على النار، تحطي فيها بصلتين، فصين توم، شويه ورق لورو، حبهان، رنفل، البهارات اللي عندك، وتحطي فيها العظم اللي موجود عندك وتسيبيه يغلي على النار لمده ساعتين ثلاثه حسب الكميه، وفي الاخر تصفيه كويس وتعملي منه الديميجلاس اللي هو الاساس بتاع الصلصات كلها اهو. التقطيعه دي مهمه اهو. الدبوس ده حلو، بسم الله ما شاء الله البوله اتملت معايا فراخ اهو. ده قطعه لاتنين. حد كان يصدق الفراخ دي تديني الحجم الكميه دي كلها اهو. ناخد الصدر، الصدر ده كده كمان اهو بالشكل ده كده، واخد الصدر ده كده اهو نفس التقطيعه دي كده اهو زي ما بتشتريها من بره بالظبط اهو. ونيجي هنا قطعناها اهو، شفت السكينه بتنزل ازاي اهو. مهم جدا زي الفل. ناخد دول كده ونشيل كل حاجة احنا مش عايزينها عشان مش بنحب الدم، ونشيل ده كمان من هنا، ولينا واقفة مع الفراخ. اللهم صل على النبي. أنا بس أنا وش مع حضراتكم كده خطوة خطوة علشان نشوف احنا عملنا إيه. تعالوا نعد احنا عملنا كام قطعة من الفراخ واحنا شغالين مع بعض في التتبيلة اللي هنجهزها مع بعض. توم طازة أه، توم مفروم طازة في التتبيلة، مش عايز زفاره في الفراخ يبقى عصير ليمون. واحده واحده مع بعض كده علشان نفهم الامور ماشيه ازاي. عصير ليمون وتوم ده اساسي. عندي شويه شمر مفروم ناعم وشويه بهارات حلوه موجوده معايا اهي. اللهم صل على النبي. بابريكا، شويه كركم حلوين، ومعانا شويه جوزة الطيب ما تكتريش منها. حلو، كل دول مع بعضيهم، وشويه الملح والزعتر. ده الطبيعي والفلفل الاسود. دي تتبيله المرينيه اللي انا هدخل فيه الفراخ شويه اهو. وادي الملح وادي الزعتر بتاعنا. الخلطه دي يا عم الشيف زي الفل، هقلبها كلها مع بعضيها، وهي دي الاساس مع معلقه خل صغيره كده. حلو قوي. اخد الفراخ دي زي اللي موجوده معايا بعد ما اقلب ده كله مع بعضه. اعتقد من النهارده جاوبنا على سؤال وتفاصيله كتيره اهو. التتبيله دي مهمه جدا. تاني عملت ايه يا شيف؟ توم طازه مش توم باودر، التوم الباودر في مكانه التاني، مع عصير ليمون، بهاراتك الملح والفلفل، جوزة الطيب، بابريكا، كركم، كل ده مع بعضه اهو، ومعلقه خل صغيره كده. الزفاره ملهاش مكان بينا. هناخد الفراخ يا عم الشيف اللي اتقطعت، نعد مع بعض كده يا شفيق. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين. الحجم العيلي كام في اي محل بتاع فراخ؟ تقريبا 24 قطعة. عينيا الحجم العيلي بجد يقول لك 24 او 12 حسب عدد افراد الاسرة، بندفع فيه فلوس قد كده اه. وانا معاكم واحدة واحدة اه، قدرنا نعمل الفراخ بطريقه سهله، ولكن الخلطه بتاعتك طبعا ما حدش يعمل زيها. نمسك الفراخ بالشكل ده كده اهو في المريني بتاعنا، ونسيبها شويه فتره الليل ساعتين، تبلها من بالليل زي ما انت عايز اهو. شفت الفراخ متقطعه صغيره ازاي اهو.
عندك الزيت طبعا جاهز، قلاية بتشتريها من مصروفك، حوشي طول الشهر شهرين ثلاثة تجيبي قلاية حلوة كده تخليها في البيت للبطاطس الفراخ دي، ما عندكيش القلاية دي تحط زيت في طاسة كبيرة. ادي الفراخ اتبلت اهيت زي الفل، دي خلطة مبدئية. حلو الكلام؟ اه بصوا على الفراخ كده زي الفل. نعمل بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة اللي الفراخ تمسك فيها واحنا شغالين مع بعض. ادي بولة زي دي كده، بنحط شوية توم بودر، بصل بودر، وفص توم طازة. دي خلطة تانية، فص توم طازة، التوم الطازة التست بتاعه عالي أعلى طبعا من التوم البودر، شوية شمر ناعمين، جوزة الطيب شوية صغيرين، الملح والفلفل بتاعنا نفس التوابل. اهو عملت ايه يا شيف دلوقتي؟ بتعمل ايه التركايه بقى بتاعت الشيف المغازي اهي؟ معلقتين دقيق، معلقتين نشا مع التوابل بتاعتي، معلقتين دقيق، معلقتين نشا مع التوابل بتاعتي اللي انت حطيتيها على الفراخ من الاساس، ونقلبهم كده اهو وانا شغال واحده واحده. قلبنا ده كله مع بعض وظبطت الملح بتاعك زي الفل. بجيب مضرب صغير واجيب ميه مثلجه، ادي الميه وادي التلج اهوت، واحده واحده مع حضراتكم كده عشان الموضوع ده مهم جدا. اه اللهم صل على النبي. ميه ساقعه بتطلعها مكعبين تلج من التلاجه، دول كفايه قوي. ميه مثلجه اه، وننزل بقى هنا كده اه ونقلب. الخليط ده مهم جدا اه. وناخد الفراخ يا شيف مغازي من الخلطه دي على فين؟ اه دقيق ونشا والتلج. ليه ميه ساقعه يا شيف؟ عشان تديني قوام وتمسك فيه الغلاف الخارجي للفراخ اللي انا قطعتها. ناخد الفراخ دي بعد ما تبلناها التتبيله الحلوه دي كده نسقطها في قلب الخلطه. اه واحدة واحدة علشان الفراخ دي هتتحدي بيها جيرانك وحبايبك وصاحبتك، قولي لها الشيف المغازي النهارده عمل فراخ مقرمشة كسرت الدنيا والسمسم باين فيها وانا باكلها، عايزة تحط حبة البركة اهلا وسهلا. اه هناخد الخلطة دي نخليها على جنب، وناخد الفراخ بتاعتنا زي ما هي كده نسقطها هنا. اه ونسيبها فترة ساعة زمن ساعتين. طبعا انت غيري، انا معايا اخراج ومعايا وقت حاكمني. اه شفت التتبيلة دي كده اه، بس خلاص هي التتبيلة دي اهم حاجة، واشيل كل ده من هنا. وايه اللي بعد كده؟ خطوة مع بعض. معايا بقسماط ومعايا دقيق، تاني معانا بقسماط ومعانا دقيق اه. البقسماط ده ليك الاختيار في حاجتين، يا اما تحط بيكنج باودر سوري، يا اما تحط البقسماط بتاعنا اللي هي شرايح التوست المطحونه او بواقي الخبز اللي عندك الفينو حمصتيه في الفرن وطحنتيه، يا اما تجيبي رقائق الذره الهشه موجوده في اي سوبر ماركت معروف المسمى بتاعها، بتجيبيها بتطحنيها وتستخدميها بنفس الاستخدام. تاني ليك الاختيار، يا اما تجيبي رقائق الذره تطحنيها بتبقى معانا بالشكل ده كده وده موجود في اي سوبر ماركت، يا اما تجيبي البقسماط اللي هو التوست او بواقي العيش الفينو بتتحمصيها وتطحنيها، ولكن الدقيق ده عنصر اساسي موجود معانا. بنحط على الدقيق ده يا شيف مغازي شويه بيكنج باودر، الدقيق اللي انا هغلي بيه الفراخ دلوقتي شويه بيكنج باودر وانا شغال كده اهو، وشويه بهارات صغيرين من البهارات اللي عندي، منها التوم البودر والبصل البودر وانا شغال اهو، توم باودر وبصل باودر، وشويه بهارات حلوين من البابريكا على وش الدقيق مع شويه كركم تدي صفار وتدي لون، والفلفل الاسود بتاعنا والملح والزعتر، كل دول مع بعض، كل دول مع بعض اه في قلب الدقيق. اعتقد ان احنا عاملين فراخ مستحيل تاكل الطعم ده بره. ضمنت الزيت، ضمنت التتبيله اللي انت عاملاها لاولادك، النظافه، كل ده مش معناته ان اللي بره مش نضيف عشان ما تفهمونيش لا خالص، كله زي الحلو، ولكن مهم جدا ان انا اعملها في البيت لاولادنا. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ازاي نشوف ايه التركايه الاخيره ان انا احمر بيها فراخ بنفس الشكل ده كده تبقى كريسبي او مقرمشه لاولادنا بشكل جديد وطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره والتركية الاخيره اللي احنا ممكن نفرد عضلاتنا بيها ونقول الفراخ مش هتفك مني في قلب الزيت. فاكرين الخلطه اللي انا عملتها في البدايه اللي هي الماء المسلج حطيت عليه توابل وحطيت عليه بهارات وموجود معايا ده بحتفظ بيه وانا شغال كده. طبعا الفراخ خدناها من الخلطه اللي كانت معانا من شويه اللي قبل ما نطلع فاصل خطوه خطوه بس عشان في بنات حلوين بيشوفونا دلوقتي وبيسالوا الفراخ بتتعمل ازاي. فانا ماشي مع حضراتكم خطوه خطوه وخاصه ان احنا مفيش حاجه تفوت مننا. انا عايز اعمل الطريقتين، الطريقه اللي هي بيبقى شكلها برقائق الذره والطريقه اللي هي العاديه بتاعه المحلات اللي احنا بنشوفها بتبقى الخلطه من بره لونها اصفر ولطيف واحنا شغالين مع بعض. هناخد كده من الخلطه نحطها في الماء المسلج ده كده ونحطها هنا تاني في الدقيق. دي هتنزل في الزيت بعد كده. تاني اهو. طبعا الدقيق ده مخلوط عليه شويه بيكنج باودر. هتقولي البيكنج باودر ده فايدته ايه؟ بيخلي لك الخلطه اللي على وش الفراخ مقرمشه كده وهشه مش مكتومه. في التتبيله كده وانا شغال. كميه كلها مع بعضها. خلي بالك دي ما تقعدش في الدقيق في الخلطه، يعني على طول في الخلطه وتحطها في الدقيق. عشان كده بعمل واحده واحده وانا معاكم. في قلب الزيت بعد كده هتنزل. عشان كده لما بنروح ناكلها بره بنقعد ندور على الفراخ بعد ما بناكل بنلاقي حته فراخ قد كده. طبعا الكلام ده مش معانا هنا. الدبوس ده حلو بحطه كده احطه تاني في الدقيق كده واخليه على جنب واحده واحده كده. كميه فراخ تكفي العيله والقرايب وتاخدي منها هديه لقرايبك وانت رايحه تزوريهم. مش لازم كل يوم تورتايه وجاتوه، خدي مره فراخ مقرمشه حلوه كده. شفت الشيف المغازي على القناه الاولى النهارده عملها بطريقه سهله وبسيطه وعمل من الجزء الفراخ 25 قطعه. هم المفروض 24 12 و12 طلعوا معايا 25 ازاي مش عارف. التتبيله دي كده انت متابع بقى الورك الكبير ده قطعته على اتنين في فرخه من الفرخات عشان كده اداني قطعه زياده. شفت الجو ده كده. هناخد دول ونروح على الزيت يا عم الشيف بالخلطه دي كده. الفراخ كده في قلب الزيت. اخبار الزيت ايه؟ درجه حراره الزيت تكون عاليه جدا. هناخد بعضينا كده ونحمر مع بعض الجزء ده كده ونرجع تاني للنوعيه التانيه او اللي هي برقائق الذره. في قلب الزيت واحنا مع بعض. الزيت لازم يكون شديد الحراره. سخن منك الزيت غصب عنك ما تزعليش. هتجيب نص برتقانيه نص ليمونه بصلايه تحطها في قلب الزيت والزيت شديد الحراره كده بننزل في قلب الزيت. تحمير الفراخ زي الفل. شفت واحده واحده ما تستعجليش عشان ما يلزقوش في بعض. ما تحطيش واحده على الثانيه جنبيها كده. هتقولي يا شيف مغازي ربنا يديك ويدينا ما عنديش قلايه زي اللي بتحمر عليه، اعمل ايه؟ طاسه بتحطي فيها زيت يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي، كميه زيت عاليه كده كانك بتحمري بطاطس او بتحمري زلابيه وتحمري فيها، مش هتقول لا، وانا بحمرها في البيت في نفس الزيت. اسيب دول كده شويه، ما احطش تاني، واحده واحده ابص عليها كده. شوف الفراخ اسيبها كده. خلي بالك هنشيل دولت ونحمر التانيين واحنا مع بعض. نجهز طبق كده عشان نطلع فيه الفراخ دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا بجاوب على الفراخ المقرمشه بكل تفاصيلها. دي تلدينه بسموها، لدنتها كده. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين. التلدينه دي مهمه جدا، بخليها كده على جنب. هي كده لسه ما استوتش. واحدة واحدة مع حضراتكم، شغل المطاعم بقى. شفت الفراخ شكلها طالعة ازاي؟ لسه. ننزل بالتانيين. تتلدن نفس الطريقة.
بسم الله ما شاء الله الورك كانه ورك ديك رومي. اه ننزل بالباقي ده كده. الفراخ دي قديش؟ فرختين والله العظيم، شفناهم مع بعض قبل ما نقطعها. عملنا حفله. وبعدين بقى اللي عايز ورك ياكل، اللي عايز صدر صدر، زي ما احنا عايزين، ما حدش يفرض علينا ويقول لك ايه ببيع كله مع بعضه. هنخليهم تاني نلدنهم، نجهز التانيين واحنا مع بعض. حفله فراخ النهارده، عايزه اللي هي برقائق الذره يا شيف، انا بحبها، اللي هي بتبقى مقرمشه من بره لونها اصفر، عايزاها سبايسي، عايزاها حار، اعمل ايه؟ في صلصات بتتباع في اي سوبر ماركت عارفينها بالمسمى بتاعها، وفيك تحط شطه، وفيك تحط كاتشب مخلوط بشطه، زي ما انت عايزه، اختياري. ليك الاختيار انك انت تحط كاتشب عليه شطه، يا اما تجيب الصلصات اللي هي معروف اسمها، تبقى علبه صغيره كده سبايسي قوي، يا اما تجيب شطه وتحطها في قلبيها، مفيش مشكله، زي ما انت حابه. نرجع بقى للموضوع التاني، نشيل ده كده ونشتغل في دي كده مع بعض. اهو اللهم صل على النبي، نحط كده اهو، شفتي بقى الخلطه دي كده اهو. نفس الطريقه اهو، دي اللي حبيبها برقائق الذره، واحنا شغالين مع بعض. الخلطه دي مهمه جدا، ناخدها زي ما هي كده، نحطها تاني هنا كده، ونرجعها تاني كده ونخليها على جنب. نجيب طبق ونفس القصه. حلقه النهارده سؤال مهم جدا، لان اولادنا قاعدين في البيت دلوقتي وعايزين ياكلوا الفراخ ديت. بسرعه كده، عينيا، حاضر حبيبي والله العظيم. اشيل دي كده خلاص، التلدينه دي مطلوبه. هي لسه هتنزل في الزيت، لسه هتنزل في الزيت. شفت؟ اللهم صل على النبي. نزلت الزيت اللي جايه بقى، الزيت يهدى، اروع على الزيت وتنزل تحميره اخيره. طب ليه نزلتها كده يا شيف؟ انا كده بعمل هدنه للدم اللي موجود ما بين مفاصل اللحمه. ناخد دي كده مع بعض بسرعه. تفتح مشروع الصبح على الطريقه دي، خلي بالك تكسر الدنيا. مشاريع كتيره دلوقتي كله بيعمل فرايد تشيكن. نعم يا غالي، ممكن تنفع، بيقول لي الطريقه دي تنفع مع السمك، تنفع مع السمك بنفس الطريقه. زي الفل. شكرا. شكرا حبيبي عم اشرف. شيل كل ده من هنا بقى، حفله فراخ النهارده، ونروق الدنيا دي كلها عشان ما حدش يزعل مننا. وعندنا طبق مكرونه سهل جدا، مكرونه بالبقدونس والزيتون، حاجه جديده يعني. بقدونس دايما معذور او هو بتحدد اقامته في التبوله، بنشوفه كتير. البقدونس دايما في طبق التبوله او طبق الفتوش بتلاقوه اساسي، اما ان انا الاقيه في طبق المقادير على الشاشه، مكرونه بينا بقدونس وزيتون وبهاراتك، ملح وفلفل، فص ثوم محترم كده زي الفل، ولكن اهم حاجه ان الزيتون ما يكونش فيه النوى بتاعه. شفت الفراخ دي لونها عامل ازاي؟ دي مختلفه طبعا شويه. نروع على الزيت كده. حفله فراخ النهارده، كميه فراخ تكفي الجيران والحبايب. ناخد المكرونه بتاعتنا نحطها في الميه كده، نستفيد من الوقت. اساسي شويه زيت، شويه ملح كويسين صغيرين. طالما حطيتي ملح في سلق المكرونه، ارفعي ايدك من الملح بتاع الصوص بالشكل ده كده. نقلب المكرونه بتاعتنا. المكرونه هنا يا شيف مغازه هتستوي تلات ارباع سوا، تكمل السوا التاني مع الصلصه بتاعتها اللي هي صلصه الزيتون مع البقدونس. هتعملها ازاي؟ لها تفاصيل. الفراخ بالشكل ده كده خلاص، اللون ده كده، يبقى عندنا نوعين من الفراخ. واحده واحده كده اهو. اللهم صل على النبي. الطبق ده كده اهو، اللهم صل على النبي. مدلعك انا النهارده، فراخ كتيره. ناخد ده كده ونروع على الزيت بتاعنا عشان هنحمر فراخ تانيه دلوقتي بالشكل ده كده اهو. وننزل في الزيت كده ونهدي الزيت شويه، ما يكونش الزيت عالي. الفراخ اللي معانا دي هتنزل في قلب الزيت تاني دلوقتي اهو، بعد ما تبرد شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد بقى التحميره اللي هي تحميره السوى. هتبص عليها دلوقتي تلاقيها مقرمشه وزي الفل. لما هديت يا مغازي، السائل اللي بين العظم والفراخ
حل طبعا نتيجه تعرضه لدرجه الحراره. لما احنا بننزله دلوقتي في صوت، طالما انت سامع صوت كده معناته ان الميه بتنشف. بالشكل ده كده. طبيعي ان الزيت لما بيتعرض لاي سائل غير الزيت بيديك صوت، سواء خل سواء ميه. دول كفايه. ونحمر التاني بعدين. نستنى بقى عليه شويه لغايه لما تاخد اللون اللي احنا عارفينه مع بعض. طبق المكرونه بتاعنا، طاسة على النار. عايز اعمل صلصه دلوقتي رهيبه جدا، خاليه من الريحان والزعتر والاوريجانو وصلصه البيستو، كل دي حاجات احنا عارفينها مع طبق المكرونه. انما مكرونه بالبقدونس ده اللي ما سمعناش عنه مع الزيتون. طاسه فيها زيت زيتون، كميه حلوه يعني مفيش مشكله. وعندنا البلانشه بتاعتنا، هنمسك البقدونس نفرمه ناعم كانك هتعملي تبوله. معانا البقدونس زي الفل، وتعالوا نفرم البقدونس ده مع بعض. وفرصه واحنا بنفرم البقدونس نجاوب على السؤال على السوشيال ميديا، التبوله معايا مش زي اللي باكلها بره، لانك بتحط عليها بهارات كتيره، والبهارات بتاعه التبوله معروفه ومحسوبه قضيتها. هي بهار حلو اللي هي الكوبيبه الصيني، رشه ملح صغيره، زيت زيتون، عصير ليمون، هي دي التبوله. اللي يحط غير كده ما بقتش تبوله، بقت سلطه بلدي. تاني، بهار حلو، ملح، عصير ليمون، زيت زيتون، شويه نعناع اخضر او يابس. هناخد البقدونس الحلو ده كده، اشيل العروق دي ملهاش لازمه، مش عايزها، وسكينتك تكون حاميه اهو، وافرم البقدونس الحلو ده كده بين ايديا، الاخضر الطازه ده كده اهو، بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمه ناعمه عشان اخد السوائل بتاعته مع صلصه المكرونه بتاعتي. ايدك كده تحتها شويه البقدونس، حصرهم ما بين اصابع ايدك، السكينه تملكها جيدا بايدك اهو، وتسيطري عليها. ولازم قبضه ايدك على السكينه بالشكل ده كده، ما ينفعش تحط صباعك على سلاح السكينه وانت شغاله، مع الوقت هيحصل لك مشكله. فرمت البقدونس بالشكل ده كده زي الفل. تمام. اخد النعناع، اخد التوم بتاعنا اهو، وزيت الزيتون كده. طبق المكرونه بتاعي خلص. هنعمل فيها شيف واحنا مع بعض. الزيت اخباره ايه؟ واخبار الفراخ؟ لا 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 لا، بص بص على الحلاوه. نرفع دول كده خلاص زي الفل. حاضر، عايز اغرفها. عايز اغرف شويه فراخ النهارده، حفله. اللهم صل على النبي. السرفيس ده ده وش جاهزه. ننزل بالتاني. عد بقى تلاقيهم زادوا. سمي بسم الله والشوية تبقى في ايدك كتير. الله يديك الصحة يا حاج. شايفين التتبيلة دي كده اهو؟ ناخد كده الطاسة بتاعتي. ايه الأخبار؟ ايه الأخبار؟ دي طبعا بتاخد شوية وقت سوى زيادة. ننزل بدون مفيش مشكلة. معانا مكان في الزيت. نرجع للمكرونة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. توم، بقدونس، طاسة شديدة الحرارة. عشان طبق المكرونة ده يبقى جاهز. ناخد التومة كده اهو، شفت بقى طريقة التسوية اهو. الزيت شديد الحرارة على النار، ننزل بالتوم. تقليبة صغيرة. ما استناش عليه لما يتحمر، أنا مش بعمل طشة فتة، مش بعمل طشة كوارع. خلونا ننزل البقدونس على التومة عشان نعمل طبق مكرونة بيتكلم مصري. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم مع الفراخ واسرار عمل الفراخ مقرمشه في الزيت بتتكلم مصري. ده طبعا اللون اللي انا بحبه.
ايه الفرق بين الاثنين يا مغازي؟ ده برقائق الذره وده بالطريقه العاديه. شفتوا الطبق اتملى فراخ ازاي؟ اه سمي بسم الله، ربنا بيبارك على طول. نقفل الزيت مش عايزينه عشان نقلي فيه تاني بعد كده، ما ينفعش يتحرم معانا. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، وعلى فين؟ على فين؟ هنا الكلام اه. اللهم صل على النبي. قدمي معاها كاتشب، توميه، مايونيز، زي ولادك ما هم حابين. حلوه. برزنتيشن بتاعنا، عود نعناع، عود زعتر، عود روزماري، زي ما انت عايزه. دي يفضل طبعا تتاكل سخنه على طول بألف هنا وشفا. نرجع لطبق المكرونه بتاعنا، اخباره ايه؟ بقدونس مع التومه، الزيتون الاسمر، زيتون اخضر، زي الفل، بننزل كده زي الفل. تقليبه حلوه. نيجي لسلق المكرونه، ظبطنا التوابل بتاعتنا، توابلنا ملح وفلفل. مش عايزين نحط زعتر بقى، احنا عايزين طعم البقدونس هنا هو اللي سيطر، هو البطل. خلي بالك الملح بتاعك زي الفل. نقلب دول كلهم مع بعض. شفت الخلطه دي؟ تاني زيتون اخضر اسمر بقدونس كميه، تومه، زيت زيتون. نشوف المكرونه اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. اهي هو ده اللي انا عايزه. تاخدها زي ما هي كده اهي، بشويه الميه اللي فيها تنزل هنا في قلب الخلطه يا ويلي. ونشيل دي من هنا ونقلب. الف هنا وشيف اللي ياكل منها. والله عايز اتجودي وتحط كريمه لباني، اختياري. اه شويه كريمه لباني هيعلوها، هياخدوها في مكان تاني. انا عايزها بالطعم المصري. اه بقدونس، زيتون، وفي نفس الوقت هي هيلسي يعني، ما فيهاش مكرونه انتوا عارفين تصنيعها بيض، دي سامونيلا او دي السميت الناعم مخلوط بدي عادي، ومعلقتين زيت، دي عجينه الايه؟ المكرونه. حلو الكلام؟ ناخدها زي ما هي كده. طبق المكرونه خلص كمان هنا. يلا يلا يلا، هو ده، هو اهو 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 اهو. نازله بتتكلم مصري اهو بالطريقه المصريه. بقدونس، زيتون، مكرونه بينا اهي اهي اهي. الف انا وشيفا للي ياكل اهو. خلي بالك ترفع ايدك من الملح، لان الزيتون اكيد مالح شويه وانت سالى المكرونه في ملح. بالف هنا وشيفا. ده طبق مكرونه سريعا. طيب الحلو بتاعنا ايه يا عم الشيف؟ الحلو مقاديره على الشاشه بيتكلم مصر، لانه معمول بمانجا مصريه. معمول بمانجا مصريه، والمانجا المصريه بتاعتنا لا يعلو عليها مانجا في الدنيا كلها. هو كده، مش انا اللي بقول كده. كل اللي بياكل مانجا بره يقول لك المانجا في مصر لها طعم تاني، هات لي مانجا معاك وانت جاي. هات لي بلح زغلول معاك وانت جاي، وهكذا. مانجا، كريم شانتيه، عجينه الكريب. مقادير عجينه الكريب دقيق وبيض وحليب. احنا عدينا المرحله دي خلاص، عملنا شويه مع بعض، وتعالوا نشوفوا مع بعض نعمله ازاي فطيره حلوه. واحنا واقفين كده انا سبته للاخر علشان اتسلى فيه، واطفي النار بتاعتي عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. استغل كده، ما تشغليش الميه على الفاضي والمليان في قلب المطبخ وتفرحي انك انت واقفه في المطبخ، وتشغلي الفرن على الفاضي والمليان وتفرحي انك واقفه في المطبخ، وهكذا. اه كده انا امنت على النار بتاعتي، ده الطبيعي. النصايح اللي بقولها ديت انا عارف انك انت طبعا ادرى بيها وانك تخافي على حاجتك اكتر مني، ولكن انا بذكرك يعني وجود الميه مفتوحه وانت واقفه مش واخده بالك، خلي بالك كهربتك، البوتاجاز، الغاز، وهكذا، هيبقى توفري حاجات كتير قوي. كريم شانتيه، عجينه الكريب بتاعتنا، معانا المانجا. تعالوا نشوف هنعمل الحلو ده مع بعض ازاي لغايه لما مخرجنا يقول لك وقتك خلص يا ابو غازي. اه اجيب سكينه كده ما عداش عليها لا توم ولا بصل، واغير الجلافز بتاع ايدي، مهم جدا علشان ما يكرفش معايا، ونشتغل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب الكسرولة الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. تعالي يا بيضه. والسكينه بتاعتنا فين؟ اهي زي الفل. واحد واثنين، حلو قوي. تمام، السكين دي علشان اشتغل بيها وانا شغال. طيب اول حاجه هعملها هاخد شويه كريم شانتيه احطهم فين؟ في قلب التورتايه بتاعتي. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ده كريم شانتيه، عارفينه بيتعمل ازاي؟ بنجيب منه البودر او علبه الكريمه العاديه،
وبعد كده بنضربها نخفقها بالمضرب مع حليب مثلج اذا كان بودر، واذا كانت كريمه سائله عاديه مع سكر بودر، وبتطلع معانا الكريم شانتيه. نزلت انا بشويه كده زي الفل. اخد المانجا الحلوه دي كده، احب انا امسك المانجا كده واقطعها وافصصها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تعوري ايدك، انا غاوي مانجا خلي بالك. بعمل ايه يا شيف؟ اقطعها كده وهي في الكفر بتاعها. على فين؟ على فين؟ على هم؟ لا مش خالص. والله ما اعرف. مانجا حلو والله. سؤال استاذ رحاب حلو قوي. سؤال مانجا نوع ايه؟ انا مش منجاوي يعني، بس هي الفكره انا بختار المانجا اللي هي ما فيهاش قشر كتير، ما فيهاش خيوط، ما فيهاش شعر يعني. كده انا حطيت طبقه من الكريم شانتيه وحطيت عليها مانجا، والمانجا تتقطع ما تتعصرش. نزل معاك شويه عصير حلوين زي دول كده هننزل بيها. هي الفكره كلها والله العظيم انا بغير الفكر من ان احنا دايما عجينه الكريب بناكلها مع الله. حلو قوي. كمان طبقه. ده لما تحطيه في التلاجة بقى هتدعي لي. نعمل ايه يا شيف؟ شويه كريم شانتيه صغيرين. تغليفه كده يعني، كانك بتحطي توميه في سندوتش شاورما. بقرب لك المسافات. احنا مخلصين. زي الفل. اخد المانجا الثانيه. انا دايما احب المانجا اللي لونها احمر، بضمن ان هي مستويه بالشكل ده كده. تاني نفس القصه. انا سافرت العالم كله بحكم شغلي يعني، قبل ما اطلع التلفزيون كنت الهديه اللي كان دايما حد يقول لي هاتها، يقول لي هات لي مانجا من مصر، مانجا فص، مانجا عويسي. دي اكتر حاجه يعني بصراحه. مانجا فيش مانجا بره في العالم كله غير المانجا المصريه. تقولي لي بقى الهند، الصين، لا ممكن في حاجات هم عندهم مثلا احنا بنشوفها مش موجوده عندنا، بس احنا من نعم ربنا علينا بجد والله العظيم الارض الطيبه. المانجا والبصل الاخضر والجرجير، شفت انا بكلمكم على حاجات انا دورت عليها بره الاقيها بنفس الطعم؟ مستحيل. في حد ياخد جرجير من مصر هنا؟ انا كنت اخد الجرجير من مصر. بصل الاخضر، بصل الاخضر هديه احلى من اي، احلى من الدولار عندهم. في روح ريحه مصر. تجيب كده بلانشه صغيره سريعا. اللهم صل على النبي، عشان عايز اعمل تركايه كده. حلو ده انا بتسلى فيه، ممكن يتقدم بكذا طريقه زي ما انت عايزه. مفيش مشكله. ونجيب سكينه. الله. ونمسك عجينه الكريب دي كده نعملها كده. عشان الاولاد يحبوها. الفهم كده رولز. شغل المطاعم بقى. نيجي عليهم كده. الله. عجينه الكريب تضربها في الخلاط، 2 بيضه، 1 كوب حليب، نص كوب، 1 كوب حليب و2 بيضه، معلقتين زيت، شويه فانيليا، بشره ليمون، تضربهم في قلب الخلاط وتعمل عجينه الكريب. طريقه سهله خالص. حلو قوي. تسلم ايدك يا شيف. وناخد واحده من دي كده نحط. دي تحطها في التلاجة شويه. شفت انا عملت ايه؟ خدت الهلال. بعمل تورتايه. واخد حته صغيره كده، واخد تاني معلقه كريم شانتيه. طبقات بقى. الشكل ده كده. كانك بتعملي تورتايه، بدل ما تحط الاسبونش بتاع الكيكه حطيت عجينه الكريم. ده هيخش جوه الثلاجه تبريد شويه، بعدين نقلبه في قلب طبق مدور ونخليه بقى في الراحه والجايه ناخد منه شريحه. طعم المانجا مخلوط بالكريم شانتيه، طعم الفانيليا خليط كده، طعم البان كيك مخلوط بالليمون، حاجات جميله وحلوه زي الفل. نكمل مانجا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا مانجا. ايه الاخبار؟ ما اقولكش.
شد من هنا كده وناخد الباقي كده اهو. ممكن نعمل حاجه حلوه بقى مختلفه شويه. ايه هي؟ عينيه. حاضر. اهو عينيه. ناخد دي كده اهو. شفت الشرايح دي كده اهو؟ اللي ما بيحبهاش مكعبات بيحبها شرايح، حطها في قلبها كده، انت ونصيبك بقى اهو بالشكل ده كده. ايه رايكم بقى تسيبوني اكمل الفطيره الحلوه؟ تسيبوني اكمل طبقات الكريب بالمانجا؟ اعيش معاها كده ان المانجا بتزغلل في عينيا بصراحه، وفراخ مقرمشه شفنا عملناها مع بعض ازاي، الفكره البسيطه السهله درسناها وشفنا التركايه بتاعه المغازي، الماء المثلج المخلوط بالتوابل معلقتين دي معلقتين نشا، هي دي الحكايه، المكرونه اللي انا عملتها بالبقدونس والزيتون، وخلونا اعيش مع المانجا المصريه الحلوه اللي بتتكلم مصري وحلو من اختراعي وحقوق الطبع لدينا وبس. يعني رؤيه، يعني فن، يعني ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.